مع زحمة الحجاج في المشاعر المقدسة وتنقلاتهم واستهلاكهم لكميات كبيرة من المأكل والمشرب وسط الزحام، رجل كبير السن جند نفسه لخدمة ضيوف الرحمن. أربع تايم؟ أيوة. عشرة تايم خلاص. طوال اليوم يظل هذا المسن تائها، يلتفت يمنة ويسرى، يظن أنه قد انتهى من تنظيف المكان، ولكنه في كل التفاتة يجد مخلفات ألقيت في غير مكانها الصحيح. مسكين. المسن الذي لم يتزوج إلا امرأة واحدة ورزق منها بطفلتين، أرمع أريتنين مين خلاص، بدا واضحا عليه ملامح الشوق لرؤيتهم، فهو لم يرهم منذ زمن. حتى ضيوف الرحمن يسعدون كما يسعد هو بنظافة المكان، وربما لا يعلمون بالجهد الكبير الذي يبذله هذا المسن وزملاؤه لأجل راحتهم. وضمن الزحام حاجة لا تعلم كم تبلغ من العمر. 84 ولكننا علمنا أنها مندهشة من نظافة المشاعر. المكان المقدس مقدس يا رب العالمين، ما شاء الله عليه، ما شاء الله عليه، طيب الحمد لله يا مشرف المكان، الحمد لله المكان الطيب مقدس. مسن يعمل بجد ليل نهار، ليس من أجل راتب زهيد يتقاضاه، بل كما يقول من أجل الله. الله